رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، أسهمت سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي انتهجتها الدولة منذ عام 2016 في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي وقدرته على التصدي للأزمات. وعملت الدولة على دفع عجلة الاستثمار والإنتاج واتخاذ الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال بجانب تعظيم مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على تطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية المختلفة، الأمر الذي ستكون له انعكاساته الإيجابية على آفاق معدلات النمو وفقاً للمؤسسات الاقتصادية الدولية. الاقتصاد المصري يمكن بدأ في مرحلة من 2014 أو بداية 2015 بوضع ما يطلق عليه ده كتالوج، اللي هو رؤية مصر 2030. كانت هذه الرؤية بتمتد لكل القطاعات، إن يكون هناك عمل مشروعات قومية الهدف منها تحسين الوضع الاقتصادي المصري وتحسين المؤشرات الاقتصادية المصرية. ونتج عنها إن الدولة بدأت تتوجه للمشروعات القومية بشكل كبير، مشروعات البنية التحتية، مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية، مشروعات التوسع في الرقعة الزراعية بشكل كبير. وفي الآخر بدأت الدولة المصرية تحقق النجاحات في إصلاح اقتصادي شامل، سواء كان في الموازنة العامة، بدأنا ما يطلق عليه توفير الفائض أولي للموازنة العامة المصرية بتحقيق 1.5 إلى 2%، معدلات النمو الاقتصادي تغيرت من 2% وصلت لغاية 5.5، وفي 2019 تجاوزنا 6%. نفس الكلام، معدلات البطالة انخفضت من 13.8 إلى أقل من 7.2%. نفس الحال في المؤشرات الخاصة بالبنية التحتية والتطور في عملية الطرق المصرية تطورت، ويمكن خدنا المكانة أو الترتيب 31 على مستوى العالم، بعد ما كنا متجاوزين 100 و 121 على مستوى العالم. وكالة فيتش للتصنيف الائتماني صنفت مصر بأنها واحدة من الدول القليلة التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، بعد أن نجحت البلاد في تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية بجانب جذب مزيد من الاستثمارات، مع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ما أسهم في دعم قدرة الدولة على مواجهة تداعيات جائحة كورونا. وأصبحت مصر محل إشادة وثقة من المؤسسات الدولية. الحقيقة الاقتصاد المصري من بعد الإصلاح الاقتصادي اللي تم، مكن الاقتصاد المصري من قدرته على الصمود أمام الأزمات المتوالية والتي يعاني منها الاقتصاد العالمي ككل. شفنا جائحة فيروس كورونا وما أحدثته حول العالم وحجم الخسائر التي أصابت الاقتصاد العالمي، قدر الاقتصاد المصري أن يتعافى بفضل الإصلاح الاقتصادي اللي تم، وبفضل الإجراءات التي اتخذت من قبل القيادة السياسية اللي خففت الوطأة على الاقتصاد المصري. شفنا بعد كده تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من الموجة التضخمية أصابت العالم، وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار الطاقة حول العالم. كل ده أثر على الأسواق العالمية وأثر على الاقتصاد العالمي. وشفنا أن الفدرال الأمريكي وهو بيرفع سعر الفائدة لأول مرة 5.25%، النهاردة ده عمل إيه؟ عمل هروب الأموال من الأسواق الناشئة اللي من بينها مصر إلى الأسواق الدولية، وبالتالي الاقتصاد العالمي مصاب بموجة تضخمية، مصاب بركود تضخمي. النهاردة الاقتصاد المصري أي نعم له عليه تأثيرات، إنما برغم الإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها من قبل القيادة السياسية بتقدر إن هي تفتح المجال رويدا أمام الاستثمارات الأجنبية وأمام قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من هذه الآثار المصاحبة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما يحدث حول العالم. الدولة أطلقت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إبريل من عام 2021، الذي يستهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث تم طرح مجموعة من الشركات في قطاعات متنوعة، إضافة إلى مضاعفة نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر والطاقة البديلة خلال العام المالي 2021-2022 إلى 30%،
من إجمالي الاستثمارات بالموازنة العامة للدولة و50% بحلول العام المالي 2024-2025. بدأت الدولة المصرية في عملية هذا النمو أو تحقيق نمو اقتصادي يعني متدفق. ربما الأزمات الاقتصادية العالمية، أزمة كوفيد-19 اللي بدأت في 2020، والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية، وظاهرة التضخم وزيادة الأسعار العالمية، كان هناك صمود للاقتصاد المصري. استطاع الاقتصاد المصري في خلال هذه السنوات أن يتجاوزها بشكل جيد، خاصة في كوفيد-19. إحنا يمكن الحكومة المصرية أنفقت أكثر من 130 مليار، وكانت دي فوائد مالية لديها، ولدعم القطاع الصناعي، لدعم القطاع السياحي، لدعم القطاع الزراعي، تقليل الضريبة وإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية لبعض السنوات، عمل مبادرات لتحقيق طفرات في القطاع الصناعي والزراعي، وأيضا مساندة الصادرات المصرية ودعم الصادرات اللي تجاوز النهاردة 28 مليار جنيه. استطاعت الدولة المصرية تتجاوز المحن العالمية اللي أثرت على دول العالم ككل. الإجراءات التي تم تنفيذها في قطاع الصناعة منذ إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تمثلت في اتباع سياسة صناعية تعتمد على إقامة تجمعات صناعية وليس مناطق صناعية، بهدف توطين الصناعة وزيادة الصادرات، بجانب تطوير قطاع الاتصالات والذي أسهم في ميكنة العديد من مؤسسات الدولة، ما أسهم في تسريع وتيرة النهوض القوي لاقتصاد البلاد. إصلاح الاقتصاد اللي تم والبنية التحتية الهائلة اللي تم إحداثها، ده اللي جعل عندي فرص استثمارية واعدة. بنشوف بالإضافة أن النهاردة الدولة مركزة على الاستفادة من الخامات والإمكانيات والقدرات الهائلة اللي موجودة في الخامات المصرية. كان في السابق كان مصر بتصدر كل الخامات إلى الخارج، النهاردة بدل ما تم استصدارها إلى الخارج بيتم إنشاء مشروعات قومية، وشفنا مشروع الكوارتز المجمع الصناعي الهائل اللي موجود اللي يقدر يحقق مزيد من الأفضلية لصالح الصناعة المصرية. شفنا قبل كده مصانع الرمال السوداء برضو استغلال أمثل للخامات والموجود لدى الدولة المصرية. الدولة المصرية النهاردة بتتبنى سياسة الاستفيد من كل الخامات والقدرات اللي موجودة في الاقتصاد المصري، بدل أعملها قيمة مضافة علشان أقدر أزود حجم الناتج المحلي، أزود فرص عمل، أزود حجم المنتج النهاردة اللي يقدر يلبي احتياجات وطموح المواطنين في كل ربوع مصر. أما وكالة موديز فأكدت أن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة، فيما أكدت الإيكونوميست أن مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا، كما ترى أن زيادة عائدات صادرات الغاز المصري من المحتمل أن تفوق تكاليف استيراد القمح خلال أزمة أوكرانيا الحالية.